نتابع الآن ونستكمل جولتنا الأوروبية وآخر تطورات فيروس كورونا المستجد. أعلنت واحدة من كبرى الشركات الإسبانية والمالكة لبعض العلامات التجارية الأشهر في العالم إغلاق 2200 متجر لها حول العالم في ظل تحول نشاطها للبيع من خلال الإنترنت، وبعد تسجيل الخسائر لأول مرة في تاريخها. تعتزم المجموعة إغلاق هذه المتاجر لتوسيع استراتيجيتها للتحول الرقمي بعد خسارتها لنحو 410 مليون يورو من فبراير إلى أبريل فقط 2020. كما أعلنت المؤسسة خطتها للعاملين أو العامين المقبلين، حيث ستعمل الشركة على التسريع وتوسيع استراتيجيتها لتوقع التحول الرقمي، حيث يتم تحديثها حيث تمثل المبيعات عبر الإنترنت خلال الفترة من 2020 إلى 2022 25% من حركة البيع. المزيد حول هذه الشركة، حول هذه الإجراءات وكل هذه التفاصيل مع مراسلة إكسترا نيوز شيماء بكر من مدريد. شيماء، أرحب بك طبعا معنا في هذه الجولة، لو تطلعينا على مزيد من التفاصيل حول هذه الشركة وإغلاق كل هذه المتاجر تاجر والخسارة أيضا التي تعرضت لها. تحياتي لك إيمان وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كما أشرتي أن شركة إنديتكس وهي أكبر الشركات والمؤسسات الإسبانية في صناعة الملابس، هي الشركة التي تضم يعني العلامات التجارية زارا يعني أو ماسيمو دوتي بريشكا، معظم العلامات التجارية العالمية المتواجدة متاجرها في معظم أنحاء دول العالم. أعلنت أنها ستغلق 1200 متجر لها يعني بعدما تعرضت لخسارة قوية لأول مرة في تاريخها ب 410 مليون يورو خلال الفترة الماضية من شهر فبراير حتى شهر إبريل، يعني ما زال شهر مايو وشهر يونيو ما زالت هناك أعتقد خسائر أخرى. هذه الشركة أو هذه المؤسسة التي يعني التي تعتبر من أهم المؤسسات في إسبانيا، هي المؤسسة التي دعمت مدريد وإسبانيا في أول أزمتها مع فيروس كورونا بطائرة مخصصة من المواد الطبية والصحية من الصين بدعم كامل من هذه الشركة. هذه الشركة هي لها وضع كبير جدا في إسبانيا، ولكنها أعلنت أنه بعد التحول بعد فيروس كورونا وبعد الخسارة وبعد التحول العمل عن بعد وتحول العالم إلى العمل من خلال الإنترنت، قالت أنها ستغلق هذه المتاجر لتتحول إلى العمل من خلال الإنترنت بنسبة 25% خلال العامين المقبلين، على أن تزيد هذه النسبة بعد ذلك بخطة جديدة. طيب شيماء، لماذا لم يتم التعويل من قبل هذه الشركة مثلا على إجراءات الفتح التدريجي اللي بتتم في كل دول العالم الآن؟ ولا بترى أنه أو الخبراء والباحثين الموجودين في هذه الشركة أشاروا إلى أنه هذه الخطوات ليس لها جدوى ولم تؤدي إلى عائد كبير يعني؟ بالفعل يعني حتى دعم الحكومة خلال الفترة الماضية لقطاع الصناعة في إسبانيا لم يبدي هذه الخسارة التي تعرض لها هذه الشركات والمؤسسات الكبرى، خاصة وأن هناك يعني تخوف من ما إذا كانت هناك موجات أخرى من فيروس كورونا في أوروبا وبشكل خاص في إسبانيا، يعني هناك تخوف بشكل كبير، خاصة أن هناك يعني حكومة مدريد أعلنت واجتمعت بالفعل مع معظم المؤسسات الصناعية والتجارية في إسبانيا في العاصمة مدريد، يعني لتحثهم على العمل عن بعد، الاستمرار على العمل عن بعد حتى أن يكون هناك مصل أو لقاح خلال الفترة المقبلة لفيروس كورونا. ومن هذا المنطلق كانت هذه الخطة البديلة على أن تعوض خسارتها من خلال المبيعات على الإنترنت أو الأونلاين. نعم. طيب شيماء، بعيدا عن هذه الشركة وبعيدا عن كل هذه التداعيات الاقتصادية، ماذا عن الوضع في إسبانيا بشكل عام والفتح التدريجي طبعا والمراحل التي مر بها؟ أين إسبانيا الآن من مسألة إعادة الحياة لطبيعتها؟
يعني إسبانيا عادت بشكل كبير أو شبه كامل للحياة الطبيعية خلال هذا الأسبوع، بعدما كان هناك سجلت إسبانيا 52% من المواطنين الإسبان فيها المرحلة الثالثة و48 من الشعب الإسباني فيها المرحلة الثانية، وهي التي تضم بالفعل العاصمة مدريد وبرشلونة، يعني أكبر مدينتين إقليم ومدينة كانوا متضررين من فيروس كورونا. الوضع الحالي أصبح يعني أفضل كثيرا مما كانت عليه إسبانيا منذ بداية الأزمة وظهور أول حالة فيروس كورونا في إسبانيا. أيضا أعتقد أن الوضع الحالي بعد فتح إسبانيا للحدود الداخلية في بين الأقاليم والمدن مع 21 من شهر يونيو، وهو آخر يوم لحالة الطوارئ، أعلنت الحكومة الإسبانية أنه سيكون هناك حرية كاملة لجميع المواطنين للانتقال بين المدن والأقاليم. أيضا أعلنت عن عودة الرحلات الجوية وفتح الحدود البرية والجوية مع الأول من شهر يوليو، وهذا طبعا بعدما أوصت المفوضية الأوروبية بعودة السياحة الداخلية لجميع الدول الشنغن خلال 15 من شهر يونيو. ولكن إسبانيا يعني كان هناك لها رأي آخر، وقالت أنها ستفتح بالفعل الحدود الداخلية ولكنه مع نهاية حالة الطوارئ في إسبانيا في 21 من شهر يونيو. طيب أخيرا شيماء، كيف هو تعامل المواطنين مع كل هذه الإجراءات ومع الفتح الشبه كامل اللي وصفتي لنا الآن في إسبانيا؟ هل هناك التزام بكل الإجراءات، ومعدل الإصابات اللي في انخفاض دائم هل هو دليل على هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من قبل المواطنين؟ بالفعل إيمان، يعني الشعب الإسباني أصبح لديه المسؤولية الاجتماعية تجاه فيروس كورونا، خاصة تجاه يعني إسبانيا بشكل عام بعد الأزمة التي عاشوها، يعني أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة لم تتعرض لها البلاد منذ ثلاثينات القرن الماضي تقريبا. يعني الشعب الإسباني الآن أصبح ملتزما بشكل كبير جدا للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة وال اللجنة الصحية الإسبانية، خاصة وأن الحكومة الإسبانية قالت أنه سيكون هناك قانون جديد بعد انتهاء حالة الطوارئ يلزم المواطنين بارتداء الكمامة. هذا كان مطلب من المواطنين الأسبان، أن يكون ارتداء الكمامة، الحفاظ على المسافة، هذه يعني حتى بعدما قررت الحكومة أن تكون هناك غرامة مفروضة على المواطنين، لم تسجل، أعلنت وزارة الداخلية لم تسجل أي حالة غرامة بين المواطنين. المواطنين الآن أصبحوا في حالة تخوف على صحتهم وعلى بلادهم بشكل عام بعدما عاشوا أزمة كبيرة. أيضا لم تسجل إسبانيا حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي، أيضا يعني حالات الإصابة وصلت إلى 167 حالة إصابة خلال 24 ساعة الماضية. طبعا إسبانيا كانت تسجل في اليوم الواحد بالآلاف، 3000 و4000، يعني أصبح هناك ثقافة عامة في الشعب الإسباني للحفاظ على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتخوف من جراء انتشار فيروس كورونا مرة أخرى في البلاد. أنا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، شيماء بكر مراسلة إكسترا نيوز من مدريد، شكرا لك.